يقول: هل صح حديث إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم؟ إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم. نعم، هذا الحديث من حيث إسناده لم يصح، وهو من حصة كتابي أو كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والكتاب الآخر ضعيف الجامع الصغير. وفي ظني، وهذا طبعا رأي شخصي ويشجعني عليه بعد الاستناد إلى علم الحديث ومعرفة ضعف الإسناد لهذا الحديث، أتشجع حين ذاك لأقول في ظني أن أحد رواة هذا الحديث وهم فانقلب عليه الحديث المعروف صحته في البخاري ومسلم في القصة المتعلقة بالعرانيين، وهي قصة معروفة عند جميع طلاب العلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من أبوال الإبل وأن يتداووا أن يشربوا من ألبان الإبل ويتداووا بأبوالها، وفعلا صحوا، وبعد أن صحوا اغتروا بقوتهم فقتلوا الراعي، وتعرفون تمام القصة. فيبدو أن أحد رواة هذا الحديث الضعيف توهم من هذا الحديث أو استنبط من هذا الحديث أنه فعلا أبوال الإبل شفاء، فحصل منه هذا المتن، فهو على كل حال ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كان مستدلا فإنما يستدل بقصة العرانيين.